أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. أعظم الله تعالى أجورنا وأجوركم في هذا الشهر الأليم، شهر محرم الحرام، شهر الحزن والبكاء، شهر العزاء على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وابن علي المرتضى وفاطمة الزهراء. إن من أهم الأمور التي يجب علينا أن نفعلها في هذا الشهر الأليم هي إحياء ذكر الإمام الحسين عليه السلام بإقامة مجالس العزاء عليه سلام الله. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن لقتل الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. فإن الحرارة التي موجودة في قلوبنا تدعونا إلى إقامة المجالس على الإمام الحسين عليه السلام. ألي تفضل. أستاذ، ما فائدة إقامة المجالس على الإمام الحسين؟ أحسنت. ما هو اسمك؟ مجتبى. مجتبى، أحسنت يا مجتبى، تفضل. سأل أخوكم مجتبى: ما هي الفائدة من إقامة المجالس على الإمام الحسين عليه السلام؟ ولإقامة المجالس عدة فوائد، منها كسب حب الإمام، يعني أن الذي يقيم هذه المجالس فإن الإمام يحبه. فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لأحد أصحابه اسمه فضيل: يا فضيل، تجلسون وتتحدثون؟ قال: نعم، جعلت فداك. فقال: إن تلك المجالس أحبها. فإذا جلس المؤمن في مجلس يحيي فيه ذكر آل محمد عليه وعليهم السلام فإن الإمام صلوات الله عليه يحبه. هذا أولا. وأيضا إحياء للقلوب، إحياء لقلوبنا الميتة، فإذا أقمنا المجالس فبهذه المجالس تحيا القلوب. وهذا ما دل عليه حديث الإمام الرضا عليه السلام حيث قال: من جلس مجلسا يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. فإن القلب يذبل مع مرور الزمن وتقلب الأيام. هذه المجالس تجعل هذا القلب دائما حيا لا يموت، فإذا أحياه الإنسان بقي على قيد الحياة ويكون متمسك ومتعلقا بالدين إن شاء الله تعالى. وبهذا ينتهي حديثنا لهذا اليوم، وسنكمل إن شاء الله في الجلسات المقبلة بإذن الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.